السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ممتاز جدا لتعليم الأطفال من قبل ما يدخلوا الحضانة لحد يعني ما يبدأوا يخشوا في الجامعة، تمام؟ في كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، في دروس للرياضة، للغات، كل اللي انت عايزه، ليرنينج، هتلاقي حاجات مثلا ساينس، حاجات ماس، وهكذا. وكله من يعني من قبل ما يدخل الحضانة يبدأ يدرسوا حاجات بسيطة جدا، تمام؟ يعني في الماس عنده 165 مهارة، وفي اللانجوج ارتست عنده 84 مهارة، تمام؟ فكل دي دروس تعليمية بيبدأ ان هو تدوس انت على اي درس فيهم، فيبدأ يعلم مثلا الحروف، الارقام، الحاجات البسيطة ديت، تمام؟ كل واحد فيهم هيبدأ يديله، يقول لي فين حرف ال مثلا، الصوت اهو، Find the letter L. وتبدأ تسمعه لحد ما يوصل ان هو يشوف حرف ال L ويوافق عليه، حتى لو مش عارف يقرأ ممكن من خلال الصوت بس، تمام؟ Find the letter T. في كل دروس من قبل من الحضانة لحد يعني بيولوجي مثلا، تبدأ تختار بقى الحاجة المناسبة ليك، ويبدأ ان هو يديلك حاجة سهلة جدا، وبعد كده يبدأ ان هو يصعبها سنة سنة لحد ما تتقنها، تمام؟ في حاجات خاصة بتعلم اللغات، الماس. تعال نشوف مثلا فيرست جريد 292 سكيلز، ويبدو ان كله مجاني، يعني ما طلبش فلوس او ما فيش اي حاجة بتقول ان هو هيطلب فلوس بعد كده يعني، تمام؟ بيبدأ يديك دروس، ولو في حاجة مش واضحة ممكن تشوف الفيديو، تمام؟ How many teddy bears are there؟ How many teddy bears are there؟ يقول مثلا هكذا، فيبدأ يشجعه ويبدأ يديله مستوى آخر. فأتمنى يعجبكم الموقع إن شاء الله.